مليار دولار، هو إجمالي الإنفاق السنوي على شراء الجنسيات، ويستمر الإقبال على الجوازات برسم البيع مع توسع رقعة النزاعات والحروب. جنسية جزيرة الدومينيكا في الكاريبي هي الأدنى ثمناً، ولا يتوجب على من يرغب بالحصول عليها إلا إيداع 100,000 دولار في مصرفها الوطني، ويستطيع حامل جوازها السفر إلى أكثر من 90 دولة بما فيها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من دون تأشيرة. تليها أنتيغوا وبربودا التي تفرض استثمار 400,000 دولار في عقار أو التبرع ب 200,000 دولار لمؤسسة خيرية. وفي الكاريبي أيضاً تعرض كل من سينت كيتس ونيفيس وجزيرة غرينادا جنسيتهما مقابل 250,000 و 312,000 دولار على التوالي. أما في أوروبا فبإمكان أصحاب الملايين استثمار 10 ملايين دولار في النمسا ليحصلوا على إحدى أفضل الجنسيات الأوروبية، ويستطيع حاملها السفر إلى 160 دولة. قبرص من جهتها خفضت تكلفة الجنسية عام 2013 بسبب الأزمة المالية من 34 مليون دولار إلى 6.2 مليون دولار للأفراد، كما لدى كل من مالطا والمجر برنامج مواطنة كاملة تبلغ تكلفته 1,500,000 دولار و 322,000 دولار على التوالي. وتتيح دول أخرى إقامة دائمة على أراضيها وليس جنسية، ومن بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة، وغالباً ما تكون الإجراءات معقدة والتكلفة مرتفعة.